تزامنا والاحتفال بالذكرى 66 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مقر جديد للمنطقة الأمنية يرى النور بقلعة السراغنة، سيساهم بشكل كبير في خدمة المواطنين لما يتوفر عليه من أحدث الوسائل اللوجستية التي تنتمي للجيل الجديد. المتابعة لرضا عامة وعمر شليتي. الاحتفاء بالذكرى 66 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مناسبة لاستحضار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. هنا بقلعة سراغنة الاحتفال يتزامنت وافتتاح مقر جديد مجهز بأحدث الوسائل اللوجستية توفر خدمات أمنية متكاملة لفائدة المرتفقين. تقبلوني مزيان الحمد لله، كل شيء مسربي وغادي مزيان والحمد لله. تستقبلنا استقبال زين تبارك الله، ومقر زين ان شاء الله. هنيئا الساكنة قلعة سراغنة بهذا المقر الجديد اللي هو مقر فسيح ومنظم. اليوم لهنا ناخذ هذه الشهاده ديال حسن السيره من الاداره الجديده، واللي بطبيعه الحال كتليق بالخدمات ديال المقدمه للمواطنين، وجات في واحد الفضاء اللي هو مفتوح احسن من الاداره فين كانت في الاول. اليوم تنشوفوا بان هذه الاداره الجديده بهذا الحي الجديد بطبيعه الحال غادي تعطي واحد اضافه نوعيه للعمل الامني والحد من انتشار الجريمه هنا بمدينة قلعة سراغنة. على مساحة 5000 متر مربع تم تشييد هذه البناية، صرح معماري ينسجم والخصائص المعمارية المحلية وبمرافق ومصالح عديدة كإنجاز الوثائق الإدارية للمواطنين ومعالجة الملفات ذات الطبيعة القضائية وفق معايير عالية الجودة. بهذه المناسبة أصدر السيد المدير العام للأمن الوطني تعليماته بفتح المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن، وهو عبارة عن صرح معماري جرى تصميمه وفق هندسة معمارية تراعي الشروط التقنية ومعايير الأمن والسلامة المطلوبة في البنيات الأمنية بشكل عام. هذا المرفق الجديد الذي يعكس مفهوم الشرطة، شرطة القرب، وكذلك يكرس الشرطة المواطنة المنفتحة على محيطها الخارجي. تم تشييده على مساحة تبلغ 5000 متر مربع، ويقدم مجموعة من الخدمات الأمنية ذات جودة وفعالية لعموم المواطنين لتوفرها على مواصفات عصرية حديثة. افتتاح المقر الجديد بقلعة سراغنة يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، والتي ترمي إلى تطوير وتهيئة مرافقها وبنيتها التحتية لملائمة حاجية المرتفقين، وأيضا لتوفير ظروف جيدة للعمل للأطر والعاملين بها، حتى يرقى جهاز الأمن الوطني إلى المفهوم الجديد للحكامة الأمنية المستمد من التوجيهات الملكية السامية القاضية بتجويد خدمات المرفق العام القريب من انتظارات المواطنين وحاجياتهم والمرتكز على حماية حقوق الإنسان والحرية العامة.